السلام عليكم واهلا بيكم مع درس جديد من دروس صف تاني الاعدادي. درسنا النهارده بنتكلم على الميل. يعني ايه كلمه الميل؟ مين دي اللي هي معناها ذا سم اوف ذا فاليو ديفايدد باي ذا نمبر اوف فاليوز. ففي اولى اعدادي كان بيجيب لنا مجموعه من الفاليوز كنا بنعملهم كلون بلس ديفايدد عددهم عشان نجيب الميل. في السؤال الاول بيقول لنا ذا فولوينج تيبل شو ذا ديستريبيوشن اوف ذا ماركس اوف 50 بيبل ان ذا ماثيماتكس. فايند ذا مين اوف ذيس ماركس. التيبل اللي موجود قدامنا ده بيجيب لنا الديستريبيوشن بتاعه المارك وطالب مننا الميل. فانا كنت عارف عندي ان انا عشان اجيب المين بجيب السم اوف ذا فاليو ديفايدد باي ذا نمبر اوف ذا فاليوز، بس انا الفاليوز هنا عندي متقسمه بصوره ست. فقال لي عشان نحل السؤال ده محتاج اجيب حاجه اسمها السنتر اوف ذا ست. يعني ايه السنتر اوف ذا ست؟ يعني معناها هنا الست دي من 10 ل 20. يبقى كل اللي انا هعمله هقول له 10 بلس 20 ديفايدد باي 2. 10 بلس 20 30 ديفايدد باي 2 ايكوالز 15. يبقى السنتر اوف ذا فيرست ست ايكوالز 215. يبقى نكمل التيبل عندنا. يبقى انا جبت هنا the center of the first set equals 15. طب انت كل مره تعمل بلس كام؟ تعمل بلس 10. يبقى انت هتجيب اللي بعدها برضو بلس 10 equals to 25. لان انت لو قلت لي 20 plus 30 equals 50 divided by 2 25. يبقى اللي بعدها 35 45 and 55. بعد كده هنعمل the center of the set multiplied by the frequency. يبقى انا عشان اجيب المين كونت التيبل اللي موجود قدامنا. اول صف عندي كاتب فيه sets، اللي بعدها كاتب فيه center of the set. center of the set ده اللي بنجيبه منين؟ بنجيب هنا 10 plus 20 divided by 2. 20 plus 30 equal 50 divided by 2 25. 30 plus 40 equal 7 divided by 2 35. او نجيب اول center عندنا وبعد كده نشوف انا كل مرة بعمل plus كام؟ plus 10. يبقى نعمل plus 10 عشان نجيب اللي بعده. يبقى by using calculator اقول له هنا 15 times 8 equals 120. يبقى انا هنا عندي 120. بعد كده عندي 25 times 12 equal 300. بعد كده عندنا هنا 35 times 14 490. بعد كده 45 times 9 405. 55 times 7 385. بعد ما عملت times the center of the set multiplied by the frequency هنجيب لهم التوتال. يبقى انا عاوز اجيب التوتال للx times f، الx اللي هي center of the set multiplied by f اللي هي frequency، ومحتاج اجيب التوتال of the frequency. طيب تعالى نعمل السم مع بعض. انا عندي هنا 120 plus 300 plus 490 plus 405 plus 385. طلع السم عندي 1700. طب ما احنا اتفقنا عندنا ان المين هو the sum of the value divided by the number of the values. السم of the values كله عندي هنا 1700 divided by the number of the values اللي هي كانت عندي 50. يبقى 1700 divided by 50 equals 34. يبقى the mean is equal 34. بنفس الطريقة جايب لنا question number 2. فبيقول لنا the following table show the weekly wages and bound of 50 workers in factory. ويجيب لنا التيبل اللي موجود قدامنا وطالب مني المين. اول خطوه عندي بكون التيبل زي ما احنا شايفين. بكتب اول صف عندي اللي هو السيتس، بعد كده السنتر اوف ذا سيت، فريكوانسي اند اكس تايمز اف. الاكس اللي هي السنتر اوف ذا سيت والاف دي اللي هي الفريكوانسي. طيب تعالى نجيب السنتر اوف ذا سيت. اول نمبر هنا عندي 5 وهنا ثاني نمبر 15. يبقى انا عندي هنا 5 بلس 15 divided by 2. 5 and 15 20 divided by 2 equals 10. يبقى انا عندي center of the set equals 10. انت كل مره هنا كنت بتعمل plus 10، يبقى انا برضو هعمل plus 10. 20 30 40 and 50. الفريكوانسي عندي اللي هو كان 7 10 12 13 and 8، وكان السم عندي لهم كلهم ب 50. طيب تعال نجيب بعد كده x times f. 10 times 7 equals 70. 20 times 10 equals 200. 30 times 12 equals 360. 40 times 13 equals 520. 50 times 8 equals 400. بعد ما عملنا ال x times f هجيب لهم السم. يبقى انا هقول له هنا عندي 70 plus 200 plus 360 plus 520 plus 400 equal 1550. Divided by 50. By using calculator 1550 divided by 50 equals 31.
يبقى the mean is equal 31. يبقى عشان نجيب المين اول حاجة بجيبها بجيب السنتر اوف ذا سيل، بعد كده بنعملها multiplying by the frequency، بعد كده بنجيب السم اوف ذا frequency والسم اوف x times f ونعملهم الاثنين ديفايد. وبكده نكون انتهينا من درس النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا بيه، وانتظرونا في الدرس اللي جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.